مصر النهاردة بنحلم لبكرة. اهلا بحضراتكم. في الحقيقه الفقره دي يعني مهمه قوي ان كل شباب يتفرج علينا ويتابعنا، ولو عنده اي استفسار يا ريت يعني يكون، انا ما اعرفش يبقى في تليفونات مفتوحه ولا لا. اتمنى عمرو عزيز مخرجنا الجميل النهارده هو اللي يفتح لنا التليفونات للشباب اللي عايز يستفسر عن اي حاجه. في الحقيقه دي جمعيه مهمه قوي، جمعيه عالميه اللي بيديرها برضو شباب. في الحقيقة هدف الجمعية هو تنمية مهارات أساسية اللي بيها إنه شباب دول يطلعوا بعد كده يبقوا قادة. كلام كتير جدا في الحقيقة. أنا أحب إنه ضيوفي الكرام الشباب الواعد الجميل هما اللي يتكلموا أكتر عن هذا الموضوع. يسعدني إن يكون معايا نور الدين حسين وهو رئيس آيزك مصر. أهلا بيك. أهلا نور. وسهلا بحضرتك. وأيضا محمد عهدي فضلي مدير الشؤون الخارجية بجمعية آيزك. اهلا بيك. نرجع بقى في الحقيقه الموضوع اللي انا شخصيا يعني مستغربه له قوي وفي نفس الوقت مستمتعه جدا فيه، هي جمعيه الايزك. نور الدين حسين رئيس الايزك مصر، انا عايزاك تحكي لي الاول وبصوره سريعه كده ايه هو الايزك ده، ايه الجمعيه دي، وازاي من سنين دي من 48 تقريبا بالظبط احنا عالميا موجودين من سنه 48. احنا كمصريين ما نعرفش عنها حاجه ليه. هي للاسف اول مره آيسك تفتح في مصر كانت سنه 74 على ايد طالبه اللي هي حاليا دلوقتي دكتوره هبه نصار نائب رئيس جامعه القاهره. 74 ده برضو حاجه كتير يعني، مش حاجه مش امبارح يعني. للاسف في خلال الفتره دي تقريبا اكتر من 15 سنه آيسك اتقفلت لان ما كانش في التزام من الطلبة هنا أو أعضاء آيسك هنا في مصر. طب إيه هي بقى الآيسك؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، حضرتك أنت مستغربة شوية من فكرة إن يبقى مؤسسة دولية عالمية بيديرها كلها شباب، بس هي مش ظاهرة. يعني إحنا مش ظاهرة. إحنا بالظبط هدف الجمعية بالظبط بعد نقول الأول هي عبارة عن إيه؟ بتتكون من أعضائها من مين؟ وأهدافكم إيه؟ تمام. إحنا مؤسسة دولية كل اللي بيديروها طلبة وحديثي التخرج. إحنا لا ننتمي إلى أي دولة أو بلد أو أي شركة أو أي جهة سياسية. ما بنفرقش ما بين أي حد سواء اختلاف دينه أو لونه أو عرقه أو أصله. كل هدفنا إن إحنا ننشر السلام حوالين العالم، مش السلام بالمفهوم المعروف للسلام بمعنى سلام الشعوب أو سلام اللي هو منع الحروب، بس حتى السلام الداخلي ما بين الناس، إن الناس تقدر تتعايش وتتفاهم ما بينها وما بين بعض، إن أنا أقدر أقبل زميلي أو أقبل حد دينه غير ديني، أفكاره غير أفكاري، حد ممكن يكون خلفيته أو مستواه غير مستوايا. وعلشان كده على مدار السنين احنا اكتشفنا ان افضل حاجه ان احنا نعمل كده ان احنا عن طريق حاجتين، ننمي القياده في الشباب، وان احنا ننمي التفاهم ما بين الشعوب. شايف ان دول اكتر نقطتين هم اللي ممكن يوجدوا السلام بين الشعوب وبين اطراف الشعب الواحد، سواء بين الفقير بالغني، بين المسلم المسيحي، بين المتعلم وغير المتعلم. يعني اعتقد ان ده الهدف. الهدف التاني انكم لازم يكون في قاده، القاده هم اللي يقودوا المجموعه ويحاولوا يعرفوا، حتى لو كانت القياده ان انا اقود نفسي، حتى لو كانت القياده ان انا ابدا بنفسي، ان انا ما اتبعش اي موضه او اي حاجه بتحصل من غير ما اكون انا مؤمن بيها. عشان كده برنامج الانترناشونال انترنشيبس هو اللي بيخلي الموضوع عندنا بيبرز الكالتشر اندرستاندينج. نرجع تاني بقى محمد عهدي فضلي. محمد انت مدير الشؤون الخارجيه بجمعيه آيزك. يمكن نورك اتكلم على فكره انه الفكره العامه للجمعيه وانها اهدافها هي فكره السلام، ان احنا نعيش مع بعض حتى مع نفسنا. يعني انا ابقى عايشه سلام حتى مع نفسي. وانه فكره ان انتوا اللي بتعملوا القاده. يمكن نور قبل ما نطلع على الهوا قال لي حاجه هي دي اللي استوقفتني وعايزاك انت تشرحها لي. انا متخيله ان المفروض انتوا بقى بتجيبوا مثلا ناس خبراء هم اللي بيعلموا الشباب ازاي يعيش في سلام مع نفسه، ازاي يبقى قائد يقود مجموعه. لكن فوجئت ان انتوا اللي بتعملوا كده، انتوا ما عندكوش حد بيدرس. ازاي انتوا بتعملوا حاجه زي كده؟ واسمح لي انتوا خبرتكم بتجيبوها منين؟ هقول لحضرتك احنا كنشاطنا في الجمعيه او كوجودنا احنا موجودين في مصر بقى لنا اكتر من 36 سنه.
في ناس اتخرجت من آيسك كتير دلوقتي ومسكين مناصب مهمة قوي في البلد يعني. غير كده طبعا احنا في يعني أنشطة آيسك في مؤتمرات, في اكتر من 450 مؤتمر بيقام على مدار السنه في اكتر في ال 110 بلد اللي آيسك موجوده فيهم. احنا عندنا هنا في مصر اكتر يعني عندنا هنا 5 مؤتمرات للممبرز بتاع آيسك هنا في مصر. على مدار الناس بتخش يعني بخش عضو في آيسك بتعلم من الناس اللي اكبر مني من الليدرز او القاده يعني الفوقيه. يعني انت عايز تقول لي انه من سنه 48 في اسامي مين اللي بتقدر تقولي اسامي كبيره من الناس؟ هقول لحضرتك حاتم, مستر حاتم دويدار رئيس فودافون. يعني اسامي كبيره دول لسه مصر يعني بس في حد دول لسه ممبر لحد دلوقتي؟ لا هم دول منعتبرهم دول على قائمه الناس اللي اتخرجت من آيسك. لكن قصدي هم دول اللي بيدوكوا خبراتهم. الناس طبعا احنا بندعوهم في مؤتمراتنا بندعوهم في الانشطه اللي احنا بنعملها على مدار السنه عشان يجوا يدوا خبرتهم للناس الاعضاء الموجودين في آيسك دلوقتي. غير كده طبعا ان الواحد بيبقى عضو في آيسك انا بتعلم من يعني انا ببقى في الاول بخش عضو في فوقيه قاده بشوف منهم, بعد كده بنخش في احنا بيبقى عندنا نظام انتخابات كل سنه في الجامعات وفي آيسك ايجيبت نفسها. في الاول عددكم قد ايه في آيسك ايجيبت؟ احنا عددنا حوالي 650 عضو في آيسك ايجيبت نفسها في الخمس جامعات اللي موجودين هنا في مصر. من جامعات مصريه جامعه القاهره والجامعه الامريكيه والجامعه الالمانيه والاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا القاهره وموجودين في اسكندريه. يعني آيسك اسكندريه موجوده في اكتر من في كل الجامعات اللي في اسكندريه. طب اي شاب ممكن يدخل ولا يعني فيها في شروط معينه؟ يعني لازم مثلا يكون طالب جامعي ولا هو يعني بيبقى طالب في الجامعه او اقصى حاجه يكون متخرج من الجامعه بقاله سنتين عشان يخش كعضو في آيسك او ان هو يسافر مع آيسك يحضر مؤتمرات. لا يعني برامج التبادل اللي احنا بنقدمها دي بفلوس؟ لا هي مش بفلوس. هو لا احنا هم آيسك يعني مثلا زي احنا عندنا هنا في مصر الناس بتيجي هنا احنا بنوفر لهم المكان اللي بيقعدوا فيه, بنوفر لهم الشغل. يعني حتى في ناس بيبقى عندنا مسؤولين هنا ان هم بيجيبوا في الشركات. انتوا بتوفروا ازاي يعني؟ احنا الفلوس بتجيبوها انتوا منين؟ التمويل يعني هتوفروا هتقعدوهم فين؟ طبعا احنا جمعيه غير هادفه للربح. في رعاة طبعا او مش رعاة, شركاء احنا بنسميهم شركاء لينا, هم دول اللي بيدعموا الجمعيه انها تقدر تكمل. زي رجال اعمال مثلا؟ لا مش رجال, شركات. شركات شركات دول بيدعموا الجمعيه على مدار اللي بيبقى على مدار السنه الجميع الانشطه, وغير كده كمان بياخدوا ناس انها تشتغل عندهم. جميل. نور قول لي بقى الانشطه ايه بالظبط؟ يعني انا دلوقتي طالبه في الجامعه وجيت اتقدمت وبقيت عضو عندكم, ايه الانشطه اللي انتوا هتقدموها لي؟ هستفيد ايه وايه وايه؟ احنا كل الانشطه اللي عندنا بتتمركز حوالين النقطتين اللي احنا قلناهم اللي هو تنميه القياده والتفاهم ما بين الشعوب. ويمكن برضو اعلق بس على نقطه اللي حضرتك قلتيها اللي هي ليه ما فيش مثلا دكاتره جامعيين او حد بيجي يدرس لنا الموضوع ده. انا هقول لحضرتك حاجه, هو ايا كان اللي هيدرس لنا يعني مع احترامي طبعا الشديد لجميع الناس الخبره في الموضوع ده, بس احنا في آيسك الخبره كل اللي بناخدها مش خبره اكاديميه, هي خبره عمليه. بمعنى انا ممكن ادي واحد تريننج على ازاي انه يبقى قائد سنه سنتين, بس لما اجي فعلا احطه اكتشوال يبقى قائد ويقود تيم مثلا من 10 20 30 ما يعرفش. في آيسك احنا عندنا انا مثلا بقود تيم عندي 12 وبخلاف اكستندد تيم اللي هو كل الليدرز وكده. انت اتعلمت من مين القياده الصح؟ ما يمكن انت القياده بالظبط يعني ممكن يبقى غلط. طبعا ممكن اكون غلط علشان كده احنا عندنا سيستم في ستراكشر ان انا بتعلم من غلطاتي, بفهم انا عملت ايه غلط, فيدباك. حتى لو فشلت بتعلم اكتر بفشلي. في نفس الوقت انا ممكن اقعد ان انا اعلم طلبه كتير جدا, اقعد احكي لهم عن احترام عادات وتقاليد الشعوب, احترام الفروق ما بين الناس, عدم التفرقه ما بين الناس سواء في اديان او في كده. وبعدين لما يجوا يتحطوا في الموقف بجد ما يحصلش. ويمكن اكبر اثبات الحاله اللي ممكن يكون بنمر بيها دلوقتي في مصر ان من كذا سنه كانش حد ممكن يشعر ان يكون في الامور دي تتطور لكده.
بس انا على الشاشه، انا اسفه على الشاشه، الموقع الرسمي بالظبط AIESEC-EG.org ومن الموقع ده ممكن اي حد ينضم وبيبان كل الاوبورتونيتيز لي. فزي ما بقول لحضرتك انا ممكن اعلم واحد او احكي له مليون مره على انه ازاي يقبل اخوه، بس انا في AIESEC مش بعمل كده. انا في AIESEC باخده فعلا ووديه يعيش في كلتشر مختلفه، في بيئه، في مجتمع مختلف. انا طلعت انترنشيب في الهند، اتعلمت بطريقه غير عاديه. اتعلمت ان انا قعدت قد ايه في الهند؟ قعدت 3 شهور في الهند. اتعلمت ان انا تبع AIESEC هناك، تبع AIESEC بالظبط، لان احنا موجودين زي ما محمد قال في 110 بلد. الانشطه بتاعتنا كلها زي ما بقول لحضرتك، الممبر او الطالب من اول ما بينضم AIESEC بيبقى قدامه opportunities، فرص كتيره جدا في مختلف، بتقدر تديله خبرات مختلفه. واحنا بنحب شويه نشبه AIESEC ان هي محاكاه او سيميليتر للحياه العمليه بره. اول ما بيخش بيبدا يتعمل له اورينتيشن عن AIESEC، يبدا يفهم تاريخ AIESEC، يبدا يفهم السيستم بتاع AIESEC، وكل اللي بيعمل التريننجز والاورينتيشن دي بيكون برضو ممبرز، بس بيكونوا بريزيدنتس وفايس بريزيدنتس في الجامعات. فاحنا عندنا نفس الليدرشيب ستراكشر ده، نفس السيستم ده موجود بس على مستوى محلي او مستوى الجامعات. وبعدين بيبداوا يقولوا له ايه الفرص، ممكن تشتغل في حاجه زي الاتش ار، ممكن تشتغل في حاجه زي السيلز الماركتنج، وبتعلموه وبنبدا نديهم بالظبط تريننجز طبعا. يعني انتوا كمان بتاهلوهم انهم بعد التخرج انهم ممكن يبقوا مؤهلين انهم يشتغلوا الشغلانه اللي هم حابينها بس بطريقه صح. هو ده اصلا هدفنا، هو ده اصلا جداً. هدفنا يعني ان مثلا محمد دلوقتي مسؤول عن السيلز والماركتنج AIESEC ايجيبت يعني كلها. فطبعا طبعا بيتقابل مثلا مع اقوى سبورترز لينا، استاذ طارق منصور اللي هو CEO برايس ووتر هاوس كوبرز، بيقعد في ميتينجز بيعملوا بروبوزلز، بيعملوا بارتنرشيبس. استاذ عمرو ابو عيش CEO تنميه بيقعد يعمل سيلز بروبوزل، سيلز ميتينجز، بيبدا يعمل سيلز بلان، بيبدا يعمل ماركتنج. مذاكر كويس يا محمد؟ يعني مذاكر كويس عشان تقدر توصل المعلومات دي للاخرين. انا هقول لحضرتك حاجه، يعني انا كنت مثلا انا في طالب يعني هندسه، كان قبل ما اخش AIESEC كانت حاجه يعني عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اتعامل مع حاجه زي كده، او ان انا داخل في منظور في حاجه زي كده، ان انا اتعلم السيلز واتعلم الماركتنج عن طريق حاجه ان انا بجربها بايدي، يعني انا اللي بجرب بنفسي. يعني انا مثلا اوقات كتير بنزل لاكثر من 10 شركات في الاسبوع، الشركات دي لازم نتابع معاها، لازم نكمل معاها، حتى ان هم مش حابين ان هم يبقوا مع AIESEC، بس ده يعني انا اتعلمت ان هو اتعلمنا ازاي تتعامل مع العالم الخارجي، عالم الشركات. جميل جدا. يعني حاجات زي دي انا عمري مثلا ما كنت اتخيل ان انا هتعلمها وانا في هندسه، لا يعني لوحدي السيلز، يعني السيلز انت في مجال الهندسه. يعني السيلز والماركتنج في جهه رقابيه عليكم؟ جهه يعني ما في، لا هو طبعا في AIESEC انترناشونال دي اللي هي مقرها في روتردام في هولندا، هم بيتابعوا طبعا الانشطه بتاعت AIESEC في كل البلاد. ولو في طبعا حاجات، يعني في حاجات غلط بتتعمل طبعا البلد او AIESEC في البلد دي بينزل تحت، يعني بيبقى يعني لو غلط بتقله درجات مثلا. مش درجات، لا هو بينزل يعني بيبقى مراقب شويه. بيبقى عليه رقابه في الفتره دي لحد ما بيقدر يخرج تاني من الموضوع ده. لحد ما بيقدروا يوفوا الشروط تاني ويرجعوا على الطريق اللي هم المفروض يمشوا فيه. في الحقيقه يعني بجد انا سعيده جدا ان انا يعني سمعت عن حاجة أنا شخصيا ما كنتش عارفاها، وحاجة بجد بحييكوا عليها. يعني لو بجد يعني أنا متخيلة كده إن كل شباب الجامعة، يعني ليه كل اللي في جامعة القاهرة مش منضمين للAIESEC؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا بنواجه فعلا مشكلة، إن إحنا بنخش في كومبيتيشنز ما بين بلاد تانية في AIESEC عالميا. لأن بنطلع إزاي؟ إحنا حاليا ترتيبنا كان 20 بس من أول يناير بقى 16 عالميا. يلا عايزين نقدم إحنا فعلا مشكلتنا في طلبة، إحنا نفسنا يعني كل طلبة مصر يجوا عندنا إكستشينج بروجرامز ريدي جاهزة. يعني تعالى قدم، ويقدروا يشوفوها من الويب سايت، تعالى قدم، إحنا عايزين ندي طلبة مصر الخبرة دي.
أنا بجد نور ومحمد شباب جميل شرفني النهاردة، أنا بجد بشكرهم جدا وبضم صوتي لصوتهم. الموقع نزل دلوقتي على الشاشة، وعايزة أقول لحضراتكم بجد كل شباب اللي سمعني أنا شايفة أنها يعني ما تخافوش، أنا شايفة أنها دي حاجة جميلة جدا أن احنا وإحنا شباب مع بعض نتعلم مع بعض حاجات جميلة، نتعلم إزاي نبقى متسامحين مع بعض ومع الآخر، إزاي نقدر وإحنا في الجامعات لسه طلبة وطالبات نقدر نتعلم التسويق، نقدر نتعلم، يكفي ان احنا نقدر يبقى معانا حاجات في ايدينا بعد ما نتخرج زائد الشهاده نروح نشتغل على طول، مش ان احنا بعد ما نتخرج ونستنى ونروح نخبط بقى على الشركات وبعدين اصحاب الشركات يقول لا انتوا لسه معكوش خبره، انتوا مش مؤهلين، انتوا مش دارسين لا كذا ولا كذا، احنا نروح لهم جاهزين بالزبط. يبقى احنا عدانا العيب. انا بجد في شركات بتطلب مخصوص ناس من من عندكم. طب جميل جدا. انا بشكركم جدا جدا ودعوه مفتوحه لكل شباب مصر انهم ينضموا لهذه الجمعيه AIESEC مصر. فقرتي مع حضراتكم خلصت ووجودي معاكم النهارده خلص، لكن في الحقيقه انا سعيده ان انا هسيب الهوا للشيخ خالد الجندي، هو النهارده مذيع زميل معانا وهيكون ضيفه الدكتور سعد الدين هلالي وهو استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. اعتقد ان هم عندهم موضوع اكيد طبعا هيبقى مهم جدا يتناقشوا مع حضراتكم فيه.